انا هاخد من كلامك الكابتن وهرجع تاني للنقطه اللي يمكن اتكلمت عليها في الانترو والكابتن شريف اتكلم عليها، ان ايه بقى اللي قادم للنادي الاهلي. بطولات قويه جدا سياخدها النادي الاهلي خلال الفتره القليله اللي جايه، بنتكلم على السوبر الافريقي، بنتكلم على كاس العالم الانتر كونتيننتال النسخه الجديده، بتتكلم على ان شاء الله السنه اللي جايه هيكون في كاس العالم للانديه، غير كمان جدول الدوري الممتاز. خلال الفترة ديت طبعا في توقف دولي، آخر مباراة إن شاء الله منتخبنا هيلعبها أمام غينيا بيساو يوم 10 يونيو، وأول مباراة للنادي الأهلي عودة للدوري المحلي هتكون يوم 14/6 أمام فاركو. من 14/6 أعتقد لغاية 9/7 أو 12/7 مش هتريح الجدول خالص. قدام حضراتكم اهوت كابتن شريف كابتن محمد، عندك يوم الجمعه امام فاركو 14/6، ثم الاهلي امام الاتحاد 18/6، الاهلي امام الداخليه 21/6، الاهلي امام الزمالك 25/6، الاهلي امام فاركو يوم الجمعه 28/6، ثم الاهلي امام طلائع الجيش يوم 1/7، ثم الاهلي امام الداخليه 4/7، الاهلي طلائع الجيش 8/7، الاهلي بيراميدز 12/7. يعني تقريبا من يوم 14/6 ليوم 12/7 بتتكلم في 9 مباريات، 11 او 11 مباراه، بتلعب ماتشين المنتخب وكمان ماتشين منتخب، يعني في الدوري 9 مباريات في 27 يوم، يعني تقريبا مش كل 3 ايام ماتش، انت بتلعب ماتش وتريح واحده والتانيه وتخش مباراه ثالثه، يعني ثالث يوم هيبقى مباراه في الدوري. ده لو جاي انت هاني كمان على كلامك انت، الكلام ده كمان لو انت جاي مثلا من فتره اعداد وبادئ بقى ماتشات. لا ده انت جاي من ده انت جاي من معمعه وجاي من بطوله افريقيا صعبه ومباريات متلاحقه يعني انت جاي بعد مرحله تعب المفروض تبتدي. هو بيعتبر لك ال 10 ايام بتوع المنتخب طبيعي راحة. لما بتتكلم هو بيعتبرهم لك راحه، مع ان هم فرقتك تسعه. ايوه صح، تسعه من عندك موجودين في المنتخب. ايوه طبعا طبعا، هيبقى صعب. وبعد كده انت بتتكلم لو لوجيك، احنا بتتكلم في التلت الاخير من الموسم، يعني كمان انت بتتكلم في نهايه موسم، عندك اللي هي مرحله الاجهاد الطبيعيه، تسع مباريات في 27 يوم، يعني كل يومين ماتشين. كيف تعامل كمان كولر مع الجزئيه دي؟ اكيد بيراميدز ماشي بشكل كويس، هو يعني متصدر الدوري، وعدد الماتشات اللي ناقص النادي الاهلي، لو النادي الاهلي كسب كل المباريات المؤجله هيكون فارق عن بيراميدز ببونت واحد. هو مباراتك مع الزمالك وبيراميدز هتحدد لك حاجات كتير قوي. ماشي يعني طبيعي، لكن هم دول التارجت بتاعنا بالنسبه للدوري، يعني عشان نبقى عارفين. وبعدين مفيش فرقه هتفضل لغايه الدوري مش هتفوز على طول. ايوه، الا لو الفار ليه راي تاني يعني، او هم ليهم راي تاني. بيبص لنفسه دايما بس يعني. احنا دايما احنا اصحاب يعني انا لما بيجي حكم يظلمني في الملعب بقول انا النادي الاهلي طبعا، انا اللي لازم اخلص الماتش بدري بدري وما اسمحش لاي حد يتلاعب بيا اثناء ال 90 دقيقه. طول عمرنا يا شيف ما بنبصش للمظلوميه، احنا بنتعرض لحاجات كتير قوي، ولكنك انت الفريق الذي ينافس نفسه، الفريق الذي يحتفظ بالبطوله، الفريق الاول والمستوى الاول في جميع المباريات اللي انت بتلعبها او في جميع البطولات اللي انت بتخشها. ف هتخش وهتشوف، ده انت رايح في 5 بطولات تانيه، سيبك من الدوري بقى. انت هتشوف حاجات بمختلف الاجناس، بمختلف الكواليتي، بلعيبه، بسكوتنج، حاجه تانيه خالص غير اللي انت بتلعب معاهم هنا في مصر. فهي دي اللي انت بتتكلم على على كولر والطاقم الفني واللعيبه. لا دول عايزين هو. يعني عايزين يخلصوا حشيش، نخلص ونخش البخار والساونا والمغطس ونروح يخش البخار ونروح ننام ونرجع بكره نحط نفسنا في ميه ساقعه وبعدين نروح الماتش. ما عندكش تمرين، مفيش، ما عندكش كلام، ما عندكش دراسه، ما عندكش اي حاجه يعني. القصه ان النادي الاهلي قدره ان دايما في صراع مع الاجهاد، ضغط نفسي على طول موجود، واللعيبه بتلعب تحت ضغوطات كبيره جدا جدا، نتيجه طبعا لاسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، فدايما تحت ضغط انك لازم اكسب. صحيح. مش حاجه اسمها احنا التعادل بالنسبه لنا خساره في الوقت اللي اي فرقه بالنسبه لها التعادل كويس. ماتشات الدوري اللي حضرتك هتلعبها او النادي الاهلي هيلعبها ما فيش تعادل، كوش تلعب كوش بس، يعني انت بالنسبه لك اي بونت بيضيع منك ممكن جدا ياثر عليك طبعا طبعا، فده ضغط كبير جدا على الاداره الفنيه، فكمان رايح على ماتشات كوس تمام، الضغط الكبير اللي فيها، لان برضو الناس بتقول اصل الاهلي تاجل له مش تاجل له، لا ده التاجيل ده كمان متعب يعني، لان الناس خلاص لعبت وقاعده مستنياك انت بقى اللي بتحارب الوقت
والتوقيت وكل يومين ماتش والقصص يعني لا صعبه. اصل بعض الناس يا كابتن شريف كابتن عايز اقول بس نقطه اخيره في الحته دي. اتفضل. انت كمان انت بتلعب الدور الثاني بتبقى في فرق بتفرفر خلاص وبتموت غير اللي الدور الاولاني يا شريف انت بتقابل مثلا فاركو بتقابل معرفش مين لسه قدامها يعني الدور ان انت التاجيل ده بتخليك تقابل منافسين عندهم الماتش ده حياه او موت مثلا فاركو ده في عرض نقطه انت فاهم ازاي يا هاني بالتالي ماتشاتك مع النادي الاهلي وماتش مع النادي الاهلي فدي الصعوبه اللي انا عايز اقول عليها دي أيوة يعني مزبوط. صعبه جدا جدا مزبوط. يعني بالاضافه للصعوبات الثانيه اللي احنا اتكلمنا عليها يعني. مظبوط ده طبعا حقيقي لان بعض الناس للاسف كانوا بيشوفوا مؤجلات النادي الاهلي انها اوبشن للنادي الاهلي انتوا بتاجلوا للنادي الاهلي كتير الحقيقه هو ضغط اكتر على الاداره الفنيه واللاعبين احنا لو النادي الاهلي عنده مباريات متتاليه بشكل منتظم ضيعوا منا 2 دوري بالشكل ده بالظبط فانت بالشكل ده في ضغوطات وزي ما بقول لحضراتكم من يوم 14/6 لغايه 12/7 بتلعب 9 مباريات خلال 27 يوم ضغط كبير جدا